يا باشمهندس، محاضرة النهاردة حضرتك رفع السلايد بتاعتها، يا باشمهندس السلايد بتاعت النهاردة حضرتك رفعها. مرفوعة يا باشمهندس على ال ام اس. تمام، شكرا. العفو يا باشمهندس. شايفين الشاشة عندي كويس يا شباب؟ تمام يا شباب. طيب شباب، نبدأ بقى احنا وزمايلكم يخشوا على مهلهم. طيب شباب، النهارده ان شاء الله هنبتدي شابتر جديد. احنا كنا اتكلمنا في القديم عن الايرور اناليسز والاناليسز اوف ستاتستيكال داتا. خلاص، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الشابتر الجديد اللي هو بيتكلم عن البريشر ميجرمنت. بريشر ميجرمنت مبدئيا كده قبل ما نخش في الشابتر عايزين نعرف هو ايه اساسا البريشر. بريشر زي ما انتم خدتوه في الفلويد هو عباره عن فورس بير يونت اريا. فورس بير يونت اريا، وعشان ما تتلخبطش لان الفورس بير يونت اريا بيديك حاجه ثانيه بنسميها الاستريس، احنا بنتكلم على فورس بير يونت اريا بالنسبه للفلويد. يعني فلويد بيأثر على الجسم اللي حواليه او الكونتيننج وول او المكان اللي هو محتوي الفلويد دوت، فبنتكلم على الفورس اللي بيعملها الفلويد على الوول دي. فبنتكلم ان البريشر اللي احنا بنتعامل معاه هو فورس على اريا بالنسبه للفلويد. بالنسبه للفلويد يبقى انا بتكلم على فورس بير يونت اريا اكزيرتد باي فلويد اون كونتيننج وول، يبقى انا بتكلم على فورس بتاعت فلويد على الكونتيننج وول بتاعته. خلاص، خدته كده اهوت في الفلويد ان في عندي حاجه اسمها الابسوليوت بريشر، حاجه اسمها الجيج بريشر، وحاجه اسمها الفاكيوم بريشر. ايه هو الابسوليوت بريشر؟ الابسوليوت بريشر اللي هو الزيرو، بتعد او بتقيس البريشر من اول الزيرو ابسوليوت. يعني احنا عارفين مثلا الضغط الجوي بتاعنا هو 1 اتموسفير، الواحد اتموسفير ده اللي هو تقريبا كده 1 و13 من 1000 بار. خلاص، ده كده قيمه الابسوليوت بتاعته. لو انا بقيس الابسوليوت يبقى بقيس من الزيرو. الجيج بريشر هو القيمه ما بعد الاتموسفيرك، يعني حضرتك بتقيس اللي فوق الاتموسفيرك بريشر، فالاتموسفيرك بالنسبه لك هو بيبقى الريفرنس. يبقى انا مش بتكلم على الزيرو، انا بتكلم على الاتموسفيرك هو الريفرنس. لو قست من فوق الاتموسفيرك فالقيمه من فوق الاتموسفيرك فاليو هي دي القيمه اللي بسميها الجيج بريشر. طبعا الفاكيوم العكس، انا بقيس الفاكيوم دوت قيمته بتبقى اقل من الاتموسفيرك، فبالتالي هو الفرق ما بين القيمه الابسوليوت للاتموسفيرك بريشر ناقص القيمه الابسوليوت للبريشر بتاعي، وده بيبقى تحت طبعا الاتموسفيرك، فيطلع لي القيمه اللي بنسميها الفاكيوم. لو انا عايز اشوف شكل يوضح لي الكلام ده، هو ده الشكل اللي يوضح لي الكلام ده، واكيد حضراتكم شفتوا الكلام ده قبل كده في الفلويد. ده الزيرو ابسوليوت بتاعي على بعد 1 بار تقريبا او 1 و13 من 1000 بار، ده الاتموسفيرك بريشر. اي بريشر فوق الضغط الجوي لو قسته بالنسبه للضغط الجوي، يعني قسته من الريفرنس بتاعي يبقى الضغط الجوي، ده اللي كده اللي بسميه البوزيتيف جيج بريشر. لو قيمه البريشر بتاعتي تحت الضغط الجوي لو قستها من الزيرو دي خلاص القيمه الابسوليوت، انما لو قستها من الاتموسفيرك، يعني لو قست المسافه دي اللي هي الاتموسفيرك ناقص قيمه البريشر الابسوليوت بتاعتي، تبقى دي القيمه اللي بسميها الفاكيوم او البريشر الفاكيوم او النيجاتيف جيج
بريشر. يبقى هي دي القيم بتاعت اللي احنا هنتكلم عليها. خدوا بالكم كويس قوي موضوع الجيج بريشر ده، لان احنا ده اللي هنتعامل بيه بعد كده. طيب الوحدات بتاعت البريشر زي ما انتم عارفين، الوحدات المستعمله في الانجليش سيستم هي عباره عن الباوند بير سكوير انش، باوند بير سكوير انش اللي هي البي اس اي. البي اس اي في الغالب بتتكتب كده بي اس اي ابسوليوت، او ايه اللي هي بتعبر عن القيمه الابسوليوت فاليو. لو انا بتكلم على جيج بريشر فبيسميها البي اس اي جي اللي هي الباوند بير سكوير انش بس جيج. في الوحدات اللي هي الاس اي يونتس انت بتتكلم بوحدات اللي هي نيوتن بير متر سكوير اللي هي بنسميها الباسكال، نيوتن بير متر سكوير اللي هي بنسميها الباسكال. في الغالب زي ما هتتعاملوا، ما اعرفش اتعاملتوا بالوحدات ديت في الفلويد ولا لا، بس اعتقد ان انتوا اتعاملتوا بيها. بنتعامل بالاغلب بحاجه اسمها الهايت اوف كولوم اوف فلويد، يعني بتتعامل بارتفاع الفلويد او بارتفاع عمود السائل اللي يديك قيمه البريشر دي، اللي هي من الاخر كده لو انت بتقول البريشر بيساوي رو جي اتش، فانت بتتعامل بقيمه البريشر اكنه بوحدات المتر، يعني بتتعامل بالاتش لوحدها خلاص، يعني اكنك بتقسم البريشر على جاما اللي هي الرو في الجي. ففي الغالب في الغالب في معظم الاحيان تلاقي نفسك بتتعامل بوحدات المتر اللي هي متر ايه ده متر او وزن عمود السائل اللي هيديني قيمه البريشر ده، او ارتفاع عمود السائل اللي هيديني قيمه البريشر ده. الجدول دوت او القيم اللي انا حاططها لك ديت بتوضح لي كل تقريبا تحويلات البريشر. فبيقول لي خد بالك ال1 اتموسفير اللي هو الضغط الجوي ده تقريبا 14 تقريبا و7 من 10 باوند بير سكوير انش ابسوليوت. القيمه ديت بقيمه الباسكال اللي هي 1.13 من 1000 في 10 اس 5 باسكال. القيمه ديت لو انا بحسبها بالباوند فورس فتبقى 2116 باوند فورس بير سكوير فيت خلاص. الواحد نيوتن بير متر سكوير اللي هي الباسكال. قيمه ال1 اتموسفيرك بريشر بيقول لي انها ب 760 ملي متر من الزئبق، يعني لو جبت عمود سائل السائل ده عباره عن زئبق فالضغط الجوي يطلع فيه او يرفع لي عمود السائل ده او عمود الزئبق ده مسافه 760 ملي متر. الوحدات الاكثر شيوعا يعني اللي هي وحده البار، وحده البار زي ما احنا عارفين اللي هي 10 اس 5 باسكال، 10 اس 5 باسكال اللي هي 100 كيلو باسكال تقريبا. الواحد بار بيساوي 10 اس 5 باسكال زي ما قلنا. الواحد مايكرو بار اللي هي 1 داين بير سكوير سنتيمتر. طبعا كل الوحدات دي ما تهمنيش، يهمني فيها البار والوحدات اللي هي البي اس اي ازاي تحول ما بينهم، والوحده اللي هي بتاعت الملي متر او المتر اللي هي وحدات الارتفاع السائل زي ما قلنا. على حسب بقى السائل ده انت مستخدم زئبق او مستخدم ميه او مستخدم هواء او مستخدم ايه بالظبط، اتفقنا؟ طيب نيجي بقى للاتموسفيرك بريشر. بنقيس الاتموسفيرك بريشر ازاي؟ الاتموسفيرك بريشر بيتقاس عن طريق جهاز بيسموه البارومتر. البارومتر بيتقاس عند السي ليفل او عند ارتفاع مستوى البحر خلاص عند ال 20 ديجري سيلسيوس. لو حضرتك جبت تانك اهو اللي هو الريزرفوار اللي تحت ده ومليته بالميركوري او بالزئبق ورحت حطيت فيه التيوب دي كده اهو، فالزئبق هيبتدي يطلع في التيوب ديت نتيجه الضغط الجوي لمسافه، المسافه دي تطلع قد ايه؟ ده اللي بنقيس بيه الضغط الجوي اللي هو هتطلع 760 ملم من الزئبق. 760 ملم من الزئبق. لو عايز تحسبها باي وحدات ثانيه تقدر تقول الاتموسفيرك بريشر هو رو في جي في اتش، الرو بتاعه الزئبق في الجي اللي هي 9.81% في الارتفاع اللي هو 760 على 1000. تقدر تعرف الاتموسفيرك بريشر اللي هو هيطلع تقريبا بوحدات الباسكال بيطلع تقريبا ب 100 كيلو باسكال او 101.3 كيلو باسكال. طيب يبقى انا كده قست الاتموسفيرك بريشر او عرفت بقيس الاتموسفيرك بريشر ازاي. الاجهزه الاكثر شيوعا انها تستخدم ان انا اقيس بيها البريشر، الاجهزه اللي بنسميها الميكانيكال بريشر ميجرمنت ديفايس، ميكانيكال بريشر ميجرمنت ديفايس او اجهزه القياس اللي هي اجهزه قياس البريشر الميكانيكيه. يعني ايه ميكانيكيه؟ يعني فيها حركه ميكانيكيه بمعنى اصح. تعالوا نشوف اول اجهزه فيهم. اول اجهزه فيهم اللي هي بنسميها المانومترز. المانومترز دي كتيره قوي طبعا، برضو اكيد حضرتك درستها في الفلويدز بس انا اخدها تاني هنا في الميجرمنت لان حضرتك هتشوفها كتير واحنا شغالين في كل تجارب المعمل. تقريبا حضرتك هتشوف التجارب بتاعت المانومترز دي او هتشوف المانومترز دي كتير قوي طول ما انت شغال. المانومترز هي اسهل طريقه بتقيس بيها البريشر. دي عباره عن هو عباره عن وزن عمود سائل او ارتفاع عمود سائل يديني قيمه البريشر، يعني بتوازن البريشر بوزن عمود سائل. ده ابسط طريقه ان انت تقيس بيها موضوع البريشر او ابسط طريقه تقيس بيها قصه البريشر. ابسط طريقه
واسهل طريقه وارخص طريقه. يعني لو حضرتك عندك قيمه بريشر عايز تقيسها بطريقه بسيطه وسهله، هتروح جايب تيوب وتعملها عباره عن مانومتر وتقيس بيه. ابسط مثال للقصه دي او واحد من الامثله على القصه ديت اللي هو الميركوري بارومتر اللي احنا قسنا بيه الضغط الجوي من شويه، هو نفس القصه، هو عباره عن تحط التيوب بيطلع فيها السائل اللي هو الميركوري او الزئبق، يطلع مسافه معينه تقدر تعرف منها قيمه البريشر. طبعا المانومترز اشكال والوان زي ما هنشوف دلوقتي اشكال كتير، اشهرهم يعني اللي هو اللي بنسميه البيزومتر، وحاجه اسمها اليوتيوب مانومتر، وحاجه اسمها الويل تايب مانومتر، وحاجه اسمها الانكلايند مانومتر. دي اللي انت طول ما انت ماشي يعني مش شرط في الميجرمنت قدام شويه، طول ما انت ماشي وشغال. حد بيسال الشباب في حاجه؟ حد عايز يسال حاجه يا شباب؟ لا يا دكتور تمام. ايه يا باشمهندس قول. بقول لحضرتك مفيش حاجه تمام حد. تمام. بنقول زي طول ما انت ماشي كده في الكليه وانت بتعمل التجارب بتاعتك في اي معمل، في الغالب هتلاقي نفسك بتتكعبل كل شويه في موضوع المانومترز دي. يعني طول ما انت شغال هتلاقي نفسك بتبتدي تقيس بارامترز كتير عن طريق، او بتقيس بريشرز عن طريق اللي هو المانومترز دي. فطول ما انت داخل في المعامل بتاعتنا هتلاقي نفسك كل شويه بتتكعبل في قصه المانومترز. اشهرهم زي ما قلت البيزومتر، اليوتيوب مانومتر، الويل تايب مانومتر، الانكلايند مانومتر. هنشوف كل واحد فيهم بيعمل ايه او بيشتغل ازاي وبقيس بيه ازاي. ناخد ابسط واحد فيهم، ابسط واحد فيهم اللي هو اللي اسمه البيزومتر. هو عباره عن تيوب زي ما انت شايفها كده اهوت، باجي اروح موصلها في التيوب اللي انا عايز اقيس فيها، يعني ده المكان اللي فيه البريشر اللي انا عايز اقيسه عند نقطه ايه، باجي اروح موصل فيه التيوب اللي انت شايفها دي، فلاقي ان الفلويد بتاعي ابتدى يتحرك في التيوب ده، بيطلع لارتفاع معين وليكن هنسميه اتش 1. خلاص كده؟ طبعا هو الموضوع بسيط خالص، التيوب ديت مفتوحه من فوق على الضغط الجوي. فانا كل اللي هقوله هقول ان البريشر عند نقطه ايه هو نفس البريشر عند نقطه واحد، والبريشر عند نقطه واحد هو عباره عن الضغط الجوي اللي بيأثر من فوق زائد وزن عمود السائل ده، او البريشر اللي عموله لعمود السائل ده اللي هو عباره عن جاما في اتش 1، جاما في اتش 1. طيب انا بالنسبه لي البريشر بتاع نقطه ايه ماينس الاتموسفيرك بريشر، خد بالك من كلمه ماينس الاتموسفيرك بريشر، ده بيساوي جاما في اتش 1. جاما ديت اللي هي الرو في الجي، خدوا بالك الرو بتاعت السائل ده في الجي. خلاص؟ فالبي بتاع نقطه ايه ماينس البي اتموسفيرك هيساوي جاما في اتش 1. البي اي ماينس الاتموسفيرك ده معناها ان انا كده جبت حاجه اسمها الجيج بريشر، ده معناها ان انا جبت الجيج بريشر لنقطه ايه. فالجيج بريشر بتاع نقطه ايه اكن اعتبرت البي اتموسفيرك ده بزيرو، يعني هو ده الريفرنس بتاعي، فده هيساوي جاما في اتش 1. دي ابسط طريقه تقيس بيها البريشر اللي هو البيزومتر ده. مشكله البيزومتر ده في ايه؟ البيزومتر دوت فيه شويه مشاكل بسيطه. اول حاجه البيزومتر دوت لازم مبدئيا كده هتكون بتقيس بريشر اعلى من الضغط الجوي، عشان السائل ده زي ما انت شايف كده يبتدي يطلع في التيوب دوت، يضغط على الضغط الجوي ويبتدي يطلع. طب لو الضغط اقل من الضغط الجوي فبالتالي في هواء هيخش لك جوه السيستم، دي اول مشكله فيه. خلاص؟ يبقى لازم الضغط اللي هقيسه هيكون اعلى من الضغط الجوي. طيب تاني نقطه او تاني مشكله، ان لازم يكون الضغط اللي بقيسه هو اعلى من الضغط الجوي، لازم، بس لازم يكون ريلاتيفلي سمول، يعني يكون قيمته صغيره، لانك هتطلع بالارتفاع ده لغايه فين يا باشمهندس؟ يعني الماسوره دي اللي انت هتمشي فيها الفلويد ده هتطلع لغايه فين؟ فبالتالي انا هقدر اقيس بيه بريشرز صغيره. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، مشكله البيزومتر دوت ان حضرتك لازم يكون الفلويد اللي انت بتقيسه ده او بتقيس له البريشر ده لازم يكون سائل، مش هينفع يكون غاز. ثاني، الفلويد اللي حضرتك بتقيسه عند نقطه ايه ده لازم يكون سائل. ده لو عباره عن هواء، اللي ماشي في الماسوره ده عباره عن هواء، حضرتك مش تقدر تشوف الاتش ده اساسا بكام، اتفقنا؟ فلازم يكون العمود السائل ده او الفلويد اللي انا اساسا بقيس له البريشر هو نفسه، هو نفسه اللي بيمشي في الماسوره دي، او هو نفسه اللي بيمشي في التيوب بتاعت المانومتر. فبالتالي لازم يكون السائل بتاعي او الليكويد بتاعي اللي موجود جوه المانومتر ده هو عباره عن سائل مش غاز، لانه لو غاز حضرتك مش هتعرف تقيس. فدي شويه مشاكل موجوده في البيزومتر. تتغلب عليها بايه؟ اتغلب على المشاكل دي بايه؟ اروح لحاجه اسمها اليوتيوب مانومتر. اليوتيوب مانومتر ده طبعا حضراتكم شفتوه برضو كتير قوي. اليوتيوب مانومتر هو عباره عن ماسوره كده في شكل حرف اليو زي ما انت شايف كده اهي. ايه دي الماسوره بتاعتي. ناحيه منها بتبقى مفتوحه على الجو
اهي اوبن، والناحيه الثانيه باجي اروح موصلها في المكان اللي انا عايز اقيس له البريشر. حضرتك عايز تقيس البريشر بتاع نقطه ايه؟ طبعا اكتر ميزه هنا هوت ان السائل بتاع المانومتر او الفلويد بتاع المانومتر هيبقى مختلف عن الفلويد اللي حضرتك بتقيس له، هيبقى مختلف عن الفلويد اللي حضرتك بتقيس له البريشر. يعني لو حضرتك بتقيس ان هوت البريشر بتاع ميه هتحط زئبق، بتقيس البريشر بتاع هواء ممكن تحط ميه وهكذا، فدي ميزه. خلاص طيب ابتدى ان هوت لو حبيت اقيس البريشر، فالبريشر بتاع نقطه ايه ده هيبتدي يضغط لي على السائل بتاع المانومتر اللي هو الفلويد بتاع المانومتر، فيبتدي يرفعه لي مسافه اللي هي بنسميها اتش 2 دي، وهو نفسه ينزل مسافه اسمها اتش 1. فانا لو خدت نقطه 2 دي هي الريفرنس بتاعتي، فهقول كده هو البريشر عند نقطه 2 هسويه في الناحيتين هنا وهنا، بريشر بتاع نقطه 2 بيساوي البريشر بتاع نقطه 3، اهم الاثنين عند نفس المستوى. خلاص فهاجي اقول البريشر عند نقطه 2 هو البريشر بتاع نقطه ايه اللي هو بتاع نقطه 1 زائد جاما 1 في اتش 1 زائد جاما 1 في اتش 1. طب البريشر عند نقطه 3 هو البريشر الاتموسفيريك زائد جاما بتاعه الفلويد اللي هو بتاعه المانومتر اللي هي جاما 2 في المسافة اللي اسمها اتش 2. فيطلع لي كده علاقة بتقول لي ان بي اي بلس جاما في اتش 1 ماينس جاما في اتش 2. خدوا بالكم في المانومترز عشان تبسط على نفسك، امشي من قيمة النقطة اللي انت عايز تقيس بيها، طول ما بتنزل لتحت بتزود جاما في اتش، طول ما بتطلع لفوق بتنقص جاما في اتش. خلاص يعني انا ماشي من نقطة 1 اهو هزود عليها جاما في اتش 1، وصلت لنقطة 2 اهو اللي هي نفسها نقطة 3 ناقص جاما في اتش 2 ناقص جاما 2 في اتش 2، وصلت للاتموسفيرك، يبقى ده كله بيساوي الاتموسفيرك. يبقى البريشر بي اي بلس جاما 1 في اتش 1 اللي هي المسافه دي ماينس جاما 2 في اتش 2 ده كله بيساوي البي اتموسفيرك. يعني البريشر بتاع نقطه ايه ماينس البريشر بتاع الاتموسفيرك اللي هو البي اي جيج هيساوي جاما 2 في اتش 2 ماينس جاما 1 في اتش 1، جاما 2 في اتش 2 ماينس جاما 1 في اتش 1. زي ما قلت الميزه ان هو في المانومتر ان ممكن حضرتك تستخدم فلويد مختلف عن الفلويد اللي حضرتك بتقيس له البريشر، هتستخدم في المانومتر فلويد مختلف عن الفلويد اللي حضرتك بتقيس له البريشر. فبالتالي لو انا بتكلم ان الماسوره اللي هي نقطه ايه ديت حضرتك بتقيس بريشر بتاع غاز زي الهواء مثلا، فعادي جدا ان انت تحط في المانومتر ميه وتقدر تقيس بيه، فده هيسهل لك القصه. طيب لو حضرتك بتتعامل بجاز يا باشمهندس هتلاقي ان نقطه جاما واحد في اتش واحد دي تقريبا مهمله، وزن عمود الفلويد اللي هو غاز اساسا الجاما بتاعته في الاتش بتاعته هتبقى مهمله، فبالتالي يطلع لي البريشر بتاع نقطه ايه جيج هيساوي جاما 2 في اتش 2. ودي ميزه تانية بتاخدها من المانومتر، هتلاقي الموضوع بقى بسيط قوي. لو انت بتتعامل مع غاز طبعا ما انصحكش انك تعمل الكلام ده من الاول، لو حضرتك بتبتدي تحسب حضرتك امشي من اول نقطه وتحرك بالفلويدز المختلفه زي ما انت عايز لغايه لما توصل لقيمه البريشر اللي انت عايز، ما تهملش حاجه الا لو عرفت في الاخر ان مثلا في ده غاز فممكن تهمله. خلاص ما تجيبهاش او ما تهملهاش غير في الاخر. فجاما واحد في اتش واحد ديت عباره عن غاز، فاقدر اهمل جاما واحد في اتش واحد فيطلع لي ان البريشر بتاع نقطه ايه الجيج هو عباره عن جاما 2 في اتش 2. طيب النوع الثالث، النوع الثالث هو اللي بنسميه الويل تايب مانومتر. برضه هنا البريشرز اللي هستخدمها في اليوتيوب مانومتر او اللي هقدر اقيسها في اليوتيوب مانومتر برضه هتبقى ريلاتيفلي سمول، تبقى قيم صغيره. طب عايز تطلع لبريشرز عاليه بقى، عايز اقيس قيم بريشرز عاليه، اروح لحاجه اسمها الويل تايب مانومتر. ايه الفرق ما بين الويل تايب مانومتر واليوتيوب مانومتر العادي؟ هو زي ما انتم شايفينه كده، هو يوتيوب مانومتر اهو واخد شكل حرف اليو، بس ناحيه فيهم بخليها ويل او زي شكل خزان كده اهوت كبير، ليه كروس سكشن اريا كبيره بسميها اريا واحد، والناحيه الثانيه عباره عن ليج او بيسميها الليم. خلاص الليم ديت بتبقى رفيعه او ليها كروس سكشنال اريا بسميها اريا 2. الميزه في ايه؟ الميزه في الاول حضرتك لو مش حاطط اي بريشر على المانومتر ده، طبعا هنا ضغط جوي وهنا ضغط جوي، فالاثنين هتلاقيهم عند نقطه الريفرنس اللي هي نقطه الزيرو اللي انت شايفها دي اهي، دي نقطة الريفرنس بتاعتي. خلاص طيب لما اجيب بريشر عالي، بريشر العالي ده اجي اطبقه ان هو بتيجي تحط البريشر ده فين؟ بحطه عند الويل، بحطه عند المنطقة اللي فيها كروس سكشن اريا الكبيرة. فلما يجي بريشر عالي يضغط لي ان هو يبتدي ينزل لي السائل ده مسافة صغيرة بنسميها اكس، الناحية التانية بقى تطلع مسافة كبيرة المسافة دي هنسميها اتش. اهي خد بالك
المستوى بتاع الويل نزل مسافة X، المستوى بتاع اللم طلع مسافة اسمها من الزيرو طلع مسافة اسمها H. خلاص؟ طب ده هيفيدني بإيه؟ ده هيفيدني إن حضرتك تقدر تقيس بريشرز كبيرة إن هوت عند نقطة واحد من المنطقة اللي هي فيها الويل دي. حضرتك لو حطيت البريشر هنا بريشر كبير هتقدر تستخدم أو تقيس بيه بريشرز عالي. طيب لو حبيت أقيس البريشر بقى يا باشمهندس هعمل إيه؟ تعال نقارن. هنقول كده هوت أنت عايز البريشر عند نقطة X صح كده؟ فالبريشر عند نقطة X ده أو النقطة اللي أنا واقف عندها دلوقتي دي عند المستوى X، البريشر P1 ماينس جاما في H بلس X، المسافة دي كلها على بعضها هي H بلس X، خدوا بالكم. يبقى البريشر P1 ماينس جاما في H بلس X ده بيساوي البريشر الأتموسفيرك صح كده؟ يعني ال P1 ماينس ال P أتموسفيرك هتساوي جاما جاما في H بلس X، جاما في H بلس X يعني ال B1 الجيج هتساوي جاما في H بلس X. طيب هو اساسا ال X دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ لو جيت خدتها كده هو هقول ان الفوليوم، الفوليوم اللي حضرتك هتنزله في الويل هو نفسه الفوليوم اللي هتطلعه في اللم او في الرجل دي او في الليج دي. خلاص؟ يبقى اريا واحد في X مسافة اللي انا نزلتها او كمية الفوليوم او كمية الليكويد اللي انا نزلتها من الويل هنا هوت اللي هي اريا واحد في اكس واحد دي بتساوي المسافة اللي انا طلعتها اللي هي اريا اتنين. خد بالك انا طلعتها من نقطة الزيرو، المسافة دي انا طلعتها من نقطة الزيرو، فبتساوي اريا اتنين في اتش. فيطلع لي كده هوت ان اكس هي عبارة عن اريا اتنين على اريا واحد في اتش، اريا اتنين على اريا واحد في اتش. طبعا المسافة اكس دي اساسا بتبقى مسافة صغيرة. فيطلع لي من الكلام ده ان ال B1 الجيج هتساوي جاما في H في واحد، طبعا لو خدت ال H ده عامل مشترك هيطلع لي جوه واحد بلس اريا 2 على اريا 1. لو الاريا 2 بالنسبه لاريا 1 صغيره قوي، الاريا 2 دي صغيره قوي زي ما انت شايف كده عباره عن قطر صغير، والاريا 1 دي اريا كبيره، فاقدر اهملها، اقدر اقول ان اريا 2 على اريا 1 دي نيجليجيبل، فيطلع لي في الاخر ان البريشر B1 الجيج هو عباره عن جاما في H، جاما في اتش. يبقى المسافه اللي انا طلعتها هنا هوت على الليج بتاعه المانومتر او الويل تايب مانومتر فادني بايه؟ زي ما قلت الويل تايب مانومتر حضرتك تقدر تقيس بيه بريشرز عاليه، لان البريشرز العاليه حضرتك هتنزل لي مستوى السائل مسافه صغيره اللي هي اسمها اكس، طبعا هترفع للناحيه الثانيه مسافه كبيره، لكن هتقدر بيها تقيس بريشرز زي ما قلت عاليه، مش تقدر يعني مش مجرد بريشرز منخفضه وخلاص. طيب يبقى انا كده عرفت وسائل اللي انا اقيس بريشرز عاديه، بريشرز منخفضه، اليوتيوب مانومترز عرفت ميزته ان هو يقدر يقيس لي بفلويد مختلف عن الفلويد اللي انا بقيسه اساسا، دي الميزه فيه. الحاجه الثانيه لو انا بتكلم على فلويد شكله غاز مش هقدر اقيسه بالبزومتر، اقدر اقيسه باليوتيوب مانومتر بس برضه هقيس بريشرز صغيره. لو انا بقيس بريشرز عاليه اقدر اقيسها بالويل تايب مانومتر. طيب لو حضرتك بتقيس بريشرز بقى منخفضه قوي تعمل ايه؟ استخدم حاجه اسمها الانكلايند لم مانومتر. انكلايند لم مانومتر بتعمل فيه ايه؟ ده شكل المانومتر نفسه هتلاقيه نفسه شكل اليوتيوب مانومتر اهو، برضو المانومتر ده خدوا بالكم وانتوا بتقيسوا كده في المعامل في اي مواد تانية، يعني مش هقول دلوقتي انما قدام شويه طبعا حضراتكم هتخشوا معامل تانية هتشوفوا فيها المانومترز دي باشكالها. الانكلايند مانومتر هو كل الفكره في ان انا باخد الليج ديت بميلها. بتميلها ليه يا باشمهندس؟ كونك تميل الليج ديت على المستوى الافقي ده بيخلي لي المانومتر السنسيتيفيتي بتاعته اعلى، السنسيتيفيتي بتاعته اعلى، يعني خد بالك لو الليج ديت فيرتيكال هتديني مستوى قليل قوي، لو حضرتك ميلتها المستوى هيزيد هيطلع قوي. طب ده يفرق معاك في ايه؟ ده هيفرق معاك ان هيديني امكانيه ان انا اقيس بيه بريشرز منخفضه، يبقى انا البريشرز المنخفضه اقدر اقيسها عن طريق الانكلايند مانومتر، الانكلايند مانومتر. طيب تعالوا نقيس بقى، انا عرفت كده ميزه الانكلايند مانومتر، تعالوا نقيس الكلام ده. لو انا بتكلم برضو ان هو ده ويل تايب، يعني برضو الليج اللي هي على الشمال ديت هي عباره عن ويل، فهنقول كده هو البريشر بتاع نقطه واحد ماينس جاما، جاما ديت في مسافة اسمها y plus x، المسافة دي اسمها y plus x هتساوي البريشر ب 2. خدوا بالكم اليوتيوب مانومتر يقدر يقيس لي differential pressure، يعني يقدر يقيس لي بريشر ما بين نقطتين. خدوا بالكم عشان انا ايه كل مرة كنت بقول دي مفتوحة على الجو، مش شرط تبقى مفتوحة على الجو، ممكن تكون مفتوحة على بريشر تاني. خلاص؟ فبقول بريشر ب 1 ماينس جاما في المسافة اللي اسمها y plus x هتساوي البريشر ب 2. يعني البريشر بي 1 ماينس بي 2 ده بيساوي جاما
في y بلس x، جاما في y بلس x. طب تعالوا نشوف الواي والاكس دول بيساوي ايه. اول حاجه نشوف الفوليوم اللي انا خسرته من هنا من الويل دوت، هتبقى عباره عن اريا 1 في x. اريا 1 في x هيساوي قد ايه؟ هيساوي الناحيه الثانيه اريا 2 في المسافه اللي اسمها دي، المسافه اللي اسمها دي اهي، المسافه اللي انا نزلتها من هنا هي المسافه اللي انا طلعتها هنا على الماي، صح كده؟ اللي هي اريا 2 في دي، فيطلع لي ان الواي دي وخد بالك ان الواي دي هي عباره عن المسافه اللي اسمها دي في ساين ثيتا، دي في ساين ثيتا. فيطلع لي ايه من الايكويشن؟ اولا بي 1 ماينص بي 2 زي ما هي، الجاما زي ما هي، الواي زي ما قلنا هي دي ساين ثيتا، وبعد كده الاكس هو عباره عن اريا 2 على اريا 1 في دي. فيطلع لي ان البريشر بي 1 ماينص بي 2 هو جاما في دي، جاما في دي، جاما في المسافه اللي اسمها دي في ساين ثيتا بلس اريا 2 على اريا 1 بلس اريا 2 على اريا 1. لو ده يوتيوب مانومتر عادي، ده لو الويل ده، لو مكان الويل دوت هي هي نفس التيوب يعني نفس الاريات، فاريا 2 على اريا 1 دي خلاص بواحد. لو ده يوتيوب مانومتر عادي وميل فيه لج واحده فيبقى بي 2 او بي 1 ماينص بي 2 هتبقى جاما في دي في ساين سي، جاما في دي في ساين سي. ده الديفرنشال بريشر ما بين نقطه 1 وما بين نقطه 2. زي ما قلنا مره ثانيه الانكلايند مانومتر الميزه بتاعته ان انا بقدر اقيس بيه بريشرز منخفضه. تحصل امتى البريشرز المنخفضه؟ بتحصل امتى؟ في الغالب لو حضرتك بتقيس بريشرز بتاعه هواء مثلا او بريشرز بتاعه غازات، فالبريشرز بتبقى منخفضه في السيستمز المختلفه، فتقدر تقيسها بالانكلايند مانومتر ده. طبعا زي ما قلت في المعامل حضرتك في ابلكيشنز كتير قوي، الناس بتوع باور هيشوفوا في المعامل، في المعامل بتاعت المحركات هتشوف الانكلايند مانومتر ده كتير قوي، هتشوفه في المعامل بتاعت التكييف، هتلاقي نفسك بتحتاج تقيس في مادة التكييف مثلا، بتحتاج تقيس بريشر بتاع هواء عند نقطة محددة، فتلاقي نفسك بتقيسه برضو بالانكلايند مانومتر ده. خلاص نيجي بقى اللي بعد كده للجهاز اللي بعد كده. دكتور انا مش سامع يا شونت. الو ايوه دكتور، قول يا شونت اسمع لي صوت. هو حضرتك في اليوم اللي هو الصوت بيقطع يا شونت، انا مش سامع حاجه. الو ايوه شونت. الو طيب يا باشمهندس لو عندك سؤال كلمني بعد المحاضره انا اجاوبك يا باشمهندس، مفيش مشكله. خلاص حضرتك كان سامعني؟ لسه معاني اساسا؟ احنا سامعينك يا دكتور. الو ايوه يا دكتور سامعني كويس؟ تمام. طيب تمام يا شباب، لو حد عنده سؤال ممكن يكلمني بعد المحاضره لو انتم مستمعيني كويس او لو انا مش سامعكم كويس. انا شخصيا مش سامع كويس. ايه حضرتك ممكن تلبس هاند فري، الموضوع هيظبط. طيب ثواني يا باشمهندس كده ثواني. قول يا باشمهندس كده. حضرتك اسمك يا دكتور؟ سامعك يا باشمهندس اتفضل. هو حضرتك في الجهاز اللي فات اللي هو الانكلاين مانومتر الفلويد اللي هو الازرق ده بيبقى البريشر بتاعه اقل من البريشر اللي انا عايز اقيسه صح؟ لا
ملوش علاقه بالبريشر اللي انت عايز تقيسه، هو الفكره ان البريشر بيتعادل مع بعض. البريشر اللي حضرتك حطيته هنا هو عند نقطه واحد دي هو نفسه اللي رفع لك الفلويد ده اللي هو بتاع المانومتر، طلعه لك المسافه اللي اسمها دي. فاهمني؟ يعني مجرد بيملى حجم ال بيملى مسافه معينه حضرتك، فتقدر تقيسها ببساطه خالص عن طريق ان انت بتقول انها عباره عن رو في جي في اتش، عباره عن المعادلات البسيطه اللي احنا بنستخدمها دي. انما هي الفكره كلها في استخدام المانومترز ان تركيبها نفسه بسيط، زي ما انت شايف هي عباره عن مجموعه تيوبس فيها فلويد مش اكتر من كده. ماشي ماشي يا دكتور. لو دكتور هو احنا ليه بنجليفت الاثنين على اي واحد؟ لان الاريا بتاعت الليك دي بتبقى صغيره قوي بالنسبه للاريا بتاعت الويل دي. الاريا 2 اهي والاريا 1 اهي، حضرتك بتتكلم في فرق كبير ما بين اريا 2 على اريا 1، فدي عباره عن نيجليجيبل. طيب لو انا اساسا لو انا ما كنت عامل انكلايند مانومتر عادي، يعني مش عامل ويل هنا ولا حاجه، ده عباره عن ليج عاديه بنفس الاريا، فلو انا بنفس الاريا اريا 2 على اريا 1 دي خلاص بواحد، فتطلع لي بريشر بي 1 ماينس بي 2 هو عباره عن جاما في دي ساين سي. بس تمام يا دكتور. تمام الجهاز اللي بعد كده اللي بنسميه الديد ويت تيستر. الديد ويت تيستر حضراتكم خدتوه في المعمل صح كده شباب؟ اللي عملنا على الباشمهندس ده دكتور عادل ده اللي خدناه بتاع التجربه اللي فاتت. مظبوط. حد عارف بقى الديد ويت تيستر ده بيعمل ايه بالظبط؟ بنغير البريشر بتاع الانبوت تمام، وبنزود ويتس بتكون عامله تعادل مع البريشر بتاع الانبوت، وبنعمل بيه كاليبريشن للجهاز اللي احنا بنعمل بيه. تمام. يعني احنا اساسا الفايده بتاعتي في الديد ويت تيستر ان انا بعمل بيه كاليبريشن لاجهزه البريشر، كاليبريشن للاجهزه اللي بتقيس البريشر. خلاص. الديد ويت تيستر برضو جهاز قياسي بستخدمه زي ما قلت في ان انا اعمل بيه كاليبريشن او الستاتيك كاليبريشن للبريشر جيج، فنادرا ما بيستخدم للبريشر ميجرمنت، يعني قليل خالص لما استخدم جهاز زي الديد ويت تيستر ده ان انا اقيس بيه بريشر. خلاص. يبقى الديد ويت تيستر هو عباره عن جهاز بستخدمه عشان اعمل بيه كاليبريشن للبريشر جيج. شكله عامل ازاي؟ زي ما انت شايف كده، عباره عن شمبر راكب فيها بيستون بسلندر. خلاص. بوصل فيه تيوب زي ما انت شايف كده، بوصل عليها البريشر جيج اللي انا عايز اعمل له كاليبريشن، وفي هنا فالف. الفكره كلها ان انا بفتح الفالف ده على الاخر، جوه المنطقه دي كلها مليانه زيت. خلاص. بحط اوزان هنا اهوت، فالاوزان دي بتعمل لي بريشر على البيستون. طبعا كونك بتحط وزن على اريا فحضرتك تقدر تعرف البريشر، لان انا كده رجعت الايكويشن بسيطه اللي هي البرايمري ميجرمنت، اقدر اقول ببساطه خالص ان البريشر هو عباره عن فورس على اريا. فلو حضرتك عارف الفورس وعارف الاريا بتاعت البيستون، عارف الوزن اللي انت حاطه وعارف الاريا بتاعت البيستون، يبقى انا عرفت قيمه البريشر. خلاص. البريشر نفسه اللي موجود في الغرفه دي هو نفسه اللي بيتقاس عن طريق البريشر جيج ده. طيب اقدر اخد قيمه البريشر اللي هنا واعمل بيها كاليبريشن للبريشر جيج. اللي يهمني بقى الفالف ده بيعمل ايه؟ الفالف ده بيعمل ايه؟ الفكره كلها لو حضرتك ضغطت الفالف ده فالزيت بيتضغط، يعني لو حضرتك فضلت قعدت تقفل في البلانجر ده او فضلت تقفل في الفالف ده الزيت بيتضغط اكتر فبيرفع لك البيس، صح كده؟ وبيزود لي البريشر برضه على البريشر جيج. يبقى انا البريشر جاي لي من حتتين، حته منهم اللي هي عند البلانجر ده حضرتك قاعد تقفل فبتقلل الاريات او الفوليوم اللي متكون فيه اساسا الاويل فبيعلي لك البريشر. الحاجه الثانيه البريشر بتاع الويت. طب امتى يبقى ده اساسا بالانسد؟ يبقى بالانسد لما يكون البيستون ده مجرد فوق الحديد بتاع الجهاز، يعني واقف بالظبط في المنطقه اللي انا بشاور عليها دلوقتي زي ما حضرتك عملت في المعمل. مجرد ان البيستون يبقى شايل الاوزان مش مرفوع لفوق، مجرد ان هو يبقى فوق الحديد بتاع الجهاز نفسه، اتفقنا؟ يبقى الفالف ده هو بس بعادل بيه البريشر، يعني ولا بضغط بيه جامد اخلي البيستون ده يطلع لفوق، ولا بريحه جامد يعني ما بفكوش جامد بحيث اني لو البيستون ده نزل خالص وفضل ضاغط على الاويل هيضغط على الاويل، لكن كمان الحديد بتاع البيستون نفسه هينزل يلمس، لو الحديد بتاع البيستون ده نزل ريح ان هو على الحديد بتاع الجهاز يبقى عمل ايه؟ يبقى الجهاز ده او الحديد ده شايل جزء من الاوزان. انا مش عايز كده، انا عايز الزيت يبقى شايل الاوزان مظبوط. طب هيشيلها امتى مظبوطه؟ لما البيستون ده مجرد يبقى فوق الحديد، يعني البيستون هو اللي شايل الاوزان وبالتالي يبقى الوزن كله او البريشر كله واقع على الزيت، وفي نفس الوقت البلانجر ده او الفالف ده يا دوب قافل لي القسم، اتفقنا؟
يبقى دي النقطة الأولانية. بتاخد البريشر، تاخد قيمة البريشر من الأوزان والأريا، وتقدر تقيس البريشر بالبريشر جيج، وتقدر تعمل له عملية الكاليبريشن. عيبه فين؟ عيبه إن فيه مشكلتين موضوع الديد ويت تستر ده. عيبه إن هو فيه مشكلتين، المشكلة الأولانية موضوع الفريكشن، موضوع الفريكشن اللي بيحصل في الجهاز. طبعا في فريكشن ما بين البستون والاسطوانه، ده طبيعي، البستون ده بيتحرك جوه اسطوانه ففري فريكشن. عشان حضرتك تتغلب على الفريكشن ده بتعمل ايه؟ زي ما شفت في المعمل، بتمسك المكان او البستون ده وبتروح لفه. لما تلف البستون ده بتتغلب على الفرصه اللي هي بتاعه الفريكشن دي، يبقى دي مش ممثله لي مشكله. النقطه الثانيه، لما حضرتك بتيجي تقيس، حضرتك بتقول طبعا عارف البريشر او سوري الديد ويت تستر اللي موجود عندنا في المعمل، هتلاقيه هو نفسه كاليبريتد، يعني الاوزان اللي فيه بيقول لك كل وزن فيهم بيديك بريشر قد ايه. حضراتكم شفتوا الاوزان دي في المعمل صح كده؟ هتلاقي في اوزان بتديك 10 بي اس اي، اوزان بتديك 20 بي اس اي، اوزان بتديك 50 بي اس اي، واوزان بتديك 100 بي اس اي. هو حاسبها ازاي الاوزان دي؟ هو المفروض ان هو حضرتك بتقول الوزن ده ليه قيمه وتقسمها على الاريا فتديك قيمه بريشر، هو عاملها. فبيقول لي كده هو تخد بالك ان الاريا دي ما هياش الاريا بتاعت البيستون، ما هياش الاريا بتاعت البيستون، ولا هي الاريا بتاعت الفلويد اللي انا ضغط عليه. امال ايه يا باشمهندس؟ ده في كليرانس ما بين الاثنين، في كليرانس ما بين البيستون والاسطوانه. الاريا اللي انا بقسم عليها هي اريا ما في النص، اريا ما في النص في الكليرانس ده، ما بين الكليرانس او ما بين الاريا بتاعت البيستون والاريا بتاعت الاسطوانه. يعني قد ايه؟ طبعا هو حاسبها وعارف قيمه القيمه اللي تديني القيم مظبوطه بتاعتي، وحاسب بيها قيمة البريشرز على طول، فحاسب لك الأوزان وقايل لك كل وزن فيهم يعمل قد إيه بيزد على الأريا اللي إحنا قلنا عليها دي. طيب إيه الحاجات اللي بتأثر على الأكيورسي بتاعت الجهاز ده؟ بيأثر على الأكيورسي بتاعت الجهاز ده حاجتين، الفريكشن زي ما قلت اللي ما بين البستون والاسطوانة، وده عشان تتغلب عليه حضرتك بتلف البستون، تعمل الروتيشن كده للبستون بحيث إن أنت تخلي الفلويد ده يتحرك فيعمل لي او يضيع قيمه الفورس اللي هي بتاعه قيمه الفورس اللي هي بتاعه الفريكشن. خلاص. الحاجه الثانيه الانسرتينتي في الاريا بتاعه البستون، الانسرتينتي في الاريا بتاعه البستون. ثواني يا شباب كده، لان السلايد دي فيها كده حاجه غلط. خلاص. الاريا زي ما قلت، الاريا انا بتاخد اريا ما في النص، الاريا ما ديت زي ما قلت كده ما هياش الاريا بتاعت البستون ولا هي الاريا بتاعت الزيت، هي اريا ما في النص ما بين الكليرانس وما بين الاريا بتاعت البستون. طيب كل ما بتصغر الكليرانس كل ما بتحاول تقرب اكتر ان الاريا بتاعتك اللي انت بتحسب بيها تكون هي الاريا الافكتيف بتاعت البستون بتاعك. البرسنتج ايرور، البرسنتج ايرور بتاع الديد ويت تستر ده، طبعا اللي بيصنع الديد ويت تستر ده طلع لي قيمة الايرور ده او البرسنت ايرور، مدهاني بيقول لي هي عبارة عن الرو في الدلتا بي اس نص في بي اس 3 على ميو في دي في ال. الرو ده طبعا الدنستي بتاعت الاويل اللي موجود جوه جهاز، الدلتا بريشر ده البريشر ديفرنشال على السلندر، البي دوت الكليرانس، كليرانس بتاع السبيسنج او المسافة الخلوص اللي ما بين البستون والاسطوانة، الميو هي الفيسكوستي بتاعت الزيت، الدي هو الديامتر بتاع البستون، ال اللي هو البستون لينس. طبعا هو ببساطه خالص قدر يطلع لي ايكويشن تحسب لي البرسنتج ايرور. ففي حاجات لو حضرتك قللتها تقلل الايرور ده، وفي حاجات لو زودتها تزود الايرور ده. اتفقنا؟ يعني ايه؟ يعني لو حضرتك زودت اللينس ده حضرتك هتقلل البرسنتج ايرور، لو حضرتك زودت الديامتر ده هتقلل البرسنتج الايرور ده، لو حضرتك زودت الفيسكوستي هتقلل الايرور. طيب لو البي دوت زاد، الخلوص ده زاد، لو الخلوص اللي ما بين البستون والاسطوانه ده زاد ده يزود لك الايرور، طب لو قل يقلل لي الايرور. طبعا انا يهمني ان البارامترز دي تقلل البرسنتج ايرور اللي عندي، تقلل البرسنتج ايرور. وبالتالي زي ما قلت هو بيبقى عامل حسابه في كل النقط دي، فبيقدر يستخدم الديد ويت تستر ده عشان تحسب منه قيمه البريشر او تعمل بيه معايره او كاليبريشن للاجهزه اللي هي بتاعه البريشر جيج. خلاص. حد عنده مشكله في موضوع الديد ويت تستر ده يا شباب؟ يا دكتور معلش انا عندي سؤال. هو اللي احنا خدناه في المعمل كان البشمهندس بيقول ان السكرول على اليمين ده هو اللي بيعمل وظيفه الفالف اللي حكولتها، ان هو بيظبط الويتس دي ان هي تبقى فوق البادي بتاع السلندر. مظبوط. كانش فيه فالف.
هو ينفع الاثنين عادي؟ يعني ايه ينفع الاثنين عادي؟ يعني لو ما فيش فالف حضرتك عايز تشيل الفالف ده تماما يعني؟ لا الفالف اللي على الشمال دي ما كانتش موجوده، هو السكرو اللي كان على اليمين ده هو اللي بيظبط ان الويت تبقى هو مش هو يا باشمهندس هو 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 تمام. نفس هو نفس الفالف ده هو اللي بيظبط لك لو حضرتك قفلته جامد، لو حضرتك قفلت السكرو اللي على اليمين ده جامد، انا بس مش معايا صورته دلوقتي، لو حضرتك قفلته جامد هتلاقي البستون ده قاعد بيطلع لفوق، حضرتك قاعد بتضغط بزياده على الزيت فهتلاقي البريشر جيج قاعد بيتحرك والبستون ده قاعد بيطلع لفوق، حضرتك مدي بريشر زياده للزيت. هو الفكره كلها انك بتوازن البريشر، بخلي البريشر مجرد ان البستون بالزيت هو اللي شايل البريشر ده خلاص، ولا البريشر يبقى عالي قوي فترفع البستون لفوق خالص، ولا البريشر يبقى قليل فتخلي البستون ده ينزل بالاوزان بتاعته ويريح على الحديد بتاع الجهاز زي ما قلت. دي النقطه المهمه وانا بعمل عمليه الكالبريشن، يبقى بظبط الفالف ده او بظبط السكرو ده او البلانجر ده بحيث ان اخلي البستون مجرد انه فوق الحديد بتاع الجهاز، الزيت هو اللي شايل الاوزان لكن البستون ولا طالع لفوق ولا نازل لتحت، يعني ولا مريح على الجهاز ولا طالع لفوق بزياده. اتفقنا؟ يبقى كده الزيت هو شايل الاوزان او شايل البريشر بتاع الاوزان اللي انا حاططها بالظبط. اتفقنا؟ تمام شكرا يا دكتور. العفو. طيب الجهاز اللي بعد كده هو البوردون تيوب جيج، وده برضو اجهزه كتير قوي واجهزه بسيطه برضو في تركيبها قوي، دي يعتبر تاني اجهزه بسيطه لقياس البريشر بتاعي، تاني اجهزه او تاني اجهزه او بتيجي في المرتبه الثانيه من حيث البساطه بتاعتها. البوردون تيوب جيج هي ابسط وسيله حضرتك تقيس بيها البريشر. ليه ابسط وسيله؟ لان ببساطه خالص البوردون تيوب جيج ده حضرتك هتشوفه رينج كبير قوي، يعني هتلاقي مقاسات كتير جدا من البوردون تيوب جيج دي، هتلاقي منها اللي المقاسات يعني الديامتر نفسه بتاع البوردون تيوب جيج منه الصغير ومنه الكبير، بيقيس رينج في البريشرز عالي قوي، يعني بيقيس بريشرز منخفضه وبيقيس بريشرز عاليه، وكمان الاكيورسيز بتاعته هتلاقي منها اكيورسيز كتير جدا. خلاص الجهاز ده اكتر جهاز افيلابل في الاجهزه اللي هي بتقيس للبريشر، وكمان ثمنه رخيص في السوق، فده يعتبر ابسط جهاز حضرتك تقدر تقيس بيه موضوع البريشر. الجهاز بيتركب من ايه او تركيب الجهاز نفسه شكله عامل ازاي؟ تركيب الجهاز بسيط خالص، عباره عن تيوب، التيوب دي واخده شكل حرف السي اهي، التيوب ديت ليها كروس سكشن شكله اليبتيكال او شكله اليبس يعني خلاص. ادي شكل التيوب بتاعتي، توصلها تحت فيها فتحه صغيره في الاخر، التيوب دي طبعا مقفوله، حضرتك بتحط البريشر بتاعك في النقطه دي فالفلويد يبتدي يخش لي جوه التيوب دي فيبتدي يعمل لها ديفورميشن، يبتدي يخلي لي التيوب دي تتفرد شويه، فانا جاي كده اهوت في النهايه بتاعت التيوب دي وحاطط لينكج كده اهوت وموصلها عن طريق السبرينج لودد دي، عن طريق السبرينج باللينكج اللي انت شايفه ده بالبوينتر اللي هيديك قيمه البريشر خلاص. يبقى هو تركيبها البسيط اللي زي ما حضرتك ما شايفه ده، هي عباره عن تيوب برضو في المعمل هتلاقوا فيه بوردون تيوب جيج، هتلاقوها مفكوكه تقدر حضرتك تشوف شكل البوردون تيوب جيج من جوه شكلها عامل ازاي، هي عباره عن تيوب واحده من جوه، تيوب ديت واخده شكل حرف السي زي ما انت شايف كده، هي اللي انا بشاور عليها دي اهي، التيوب ديت ليها كروس سكشنال شكلها اليبس او شكلها ممكن يكون ريكتانجل زي ما يكون يعني، في الاخر في نهايه التيوب ديت قافلها طبعا وموصلها بلينكج عن طريق تروس زي ما انت شايف كده، عباره عن سبرينج لودد خلاص، وموصلها بالبوينت اللي هو هيقيس لك اساسا او هيطلع لك هيعرض لك القيمه بتاعتك خلاص. كل الفكره ان البريشر او الفلويد بتاعك لما يبتدي يتحرك جوه التيوب دي بيعمل لها ديفورميشن، فالديفورميشن دي او التيوب دي تبتدي تتفرد شويه فبتبتدي اللينكج ده يتحرك فيحرك لك البوينتر بتاعك على السكيل ويوريك قيمه البريشر بتاعك بكام. الجهاز زي ما قلت شكله بسيط، تركيبه بسيط، البريشر بتاعي بيقول لي كده هو خد بالك ان الالاستيك ديفورميشن اللي بيحصل ده عباره عن بيبقى بروبورشنال لقيمه البريشر، بروبورشنال لقيمه البريشر خلاص. اللينيارتي بتاعت البروبورشنال دي يعني قيمه اللينيارتي الجهاز ده معتمده على الكواليتي بتاعت الجهاز نفسه، يعني حضرتك ممكن تجيب جهاز الكواليتي بتاعته ضعيفه شويه فالديفورميشن ده مش هيعبر عن
يعني قيمة الإلاستيك ديفورميشن لا تحصل مش تبقى بروبورشنال بقيمة كبيرة قوي مع البريشر. وكل ما كانت الجودة بتاعت الجهاز ده أحسن كل ما كان البريشر ده البريشر اللي أنا بقيسه دوت هو بروبورشنال لقيمة الإلاستيك ديفورميشن اللي بيحصل. خلاص؟ طيب ثواني شباب معلش أرد بس على التليفون وارجع لكم. طيب شباب سامعيني شباب كويس؟ الو نعم يا دكتور سامعك تمام يا شباب. طبعا زي ما قلت السبرينج لودد ديت اللينكج اللي انا حطه بالسبرينج ده عشان يقدر بعد ما حضرتك تشيل البريشر يقدر يرجع لي البوينتر تاني لقيمه الزيرو. اللينكج اللي محطوط وفيه ادجاستنج سكرو دوت بيتعمل بيتظبط بحيث ان هو يديني اللينيارتي بتاعت الجهاز يعني يخلي لي البريشر ماشي لينير مع قيمة الالاستيك ديفورميشن اللي بيحصل. دي نقطة. نقطة تانية عشان يقلل لي قيمة الهاي ستريسز اللي بتحصل جوه الجهاز لان زي ما قلت التيوب دي قاعدة تتفرد كل شوية وترجع تاني لطبيعتها تتفرد وترجع تاني لطبيعتها فهي فيها الهاي ستريسز ديت عالية فبعد شوية كمان هتلاقي فيه وير بيحصل فعندي الادجاستنج سكرو ده وتقدر تظبط منه الجهاز بحيث انه يظبط لك قيمه البريشر واللينيارتي بتاعه الجهاز. ده ابسط جهاز حضرتك ممكن تشوفه للبريشر طبعا بخلاف اليوتيوب مانومتر لان اليوتيوب او المانومترز عموما تركيبها بسيط خالص هي عباره عن تيوب زي ما قلنا وفيها ليكويد هي بتقيس البريشر فالموضوع فيها ابسط ما يمكن. ده الجهاز اللي بعده على طول بس ميزه في البوردون تيوب جيج انك هتلاقيها زي ما قلت في السوق كتير جدا هتلاقيها رخيصة قوي يعني ما هياش غالية الأجهزة دي رخيصة جدا فيها رينج كبير قوي من البريشرز يعني تقدر تقيس بريشرز ببرنجات مختلفة فيها مقاسات مختلفة الديامترز بتاعت التيوب نفسها فيها رينج من الأكيورسز كتير جدا يعني تقدر تجيب جهاز الأكيورسي بتاعته عالية قوي تقدر تجيب جهاز الأكيورسي بتاعته متوسطة وتقدر تجيب جهاز أو برضو التيوب جيج الأكيورسي بتاعته منخفض. في أجهزة زي البوردون تيوب جيج بنسميها الهايز جيج هي البوردون تيوب جيج هي نفس البوردون تيوب جيج لكن الأكيورسي بتاعتها عالية. الأكيورسي بتاعتها كام في الهايز جيج ده؟ الأكيورسي بتاعتها بتوصل لواحد من 10% من الفول سكيل ريدنج 1/10% من الفول سكيل ريدنج وعشان كده الهايز جيج ده اللي هي البوردون تيوب جيج دي اللي هي بدقة عالية قوي دي بستخدمها كسكندري ستاندرد يعني ايه سكندري ستاندرد؟ سكندري ستاندرد يعني باخدها اعاير بيها هي كمان اجهزه البريشر يبقى اقدر استخدم الهايز جيج برضه عشان اقدر اقيس البريشر او تقدر تاخدها تستخدمها كسكندري ستاندرد تقدر تعاير بيها اجهزه البريشر في المعمل انما هي تركيبها من جوه هي بوردون تيوب جيج
لكن الفكرة فيها الأكيورسي بتاعتها عالية زي ما قلت بتوصل لواحد من 10% من الفول سكيل ريدينج. خلاص يا شباب؟ حد عنده مشكلة في الكلام اللي احنا قلناه النهاردة؟ تهيأ النهاردة كلام بسيط قوي. المرة الجاية إن شاء الله هتكون آخر مرة بالنسبة لنا معاكو، هخلص فيها البريشر ميجرمنت، خلص فيها الجزء بتاع البريشر ميجرمنت. إن شاء الله الأسبوع اللي بعده لو هو ميد ترم يبقى خلاص ميد ترم، لو اللي بعده مفيش ميد ترم يبقى دكتور أحمد نبيل اللي هيكمل معاكو. يبقى المرة الجاية إن شاء الله هخلص معاكو الجزء بتاعي، من بعد كده دكتور أحمد نبيل هو اللي هيكمل معاكو بقية الكورس. حد عايز يسأل في حاجة شباب؟ المفروض في السكشن أو في اللاب الباشمهندس هيحل معانا الشيت اللي من الأسبوع الجاي؟ من الأسبوع ده يا باشمهندس، الأسبوع ده والأسبوع الجاي. من الأسبوع ده احنا قلنا نص السكشن انتوا متقسمين نصين صح كده في المعامل، فنص السكشن نص السكشن هياخد مجموعة مسائل، النص التاني هياخد مجموعة مختلفة. يعني ايه؟ يعني لو حل مثلا 1 و3 و5 و7 مثلا في النص الأولاني هيحل بعد كده 2 و4 و6 و10 في النص التاني، بحيث ان السكشن على بعضه يبقى جمع افكار الشيء. حضرتك بقى لو في مسألة مش عارف تحلها ممكن تروح لزميلك تسأله تشوف المسألة دي تحلوها ازاي في السكشن. اتفقنا؟ عشان ما نضيعش وقت المعمل يبقى انتوا استفدتوا وخدتوا معمل وفي نفس الوقت خدتوا مجموعة مسائل على الجزء اللي هو بتاع الـ Error Analysis. خلاص يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. تمام يا شباب. حد عايز يسأل في حاجة تاني؟ دكتور هو الميد تيرم لحد فين؟ هيبقى لغاية نهاية الـ Pressure Measurement، لغاية آخر حاجة خدناها يعني لغاية المحاضرة الجاية. ماشي؟ حد عايز يسأل في حاجة تاني يا شباب؟ طيب التوفيق يا شباب، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نخلص فيه البريشر ميجر. باشمهندس السلايدز دي هتبقى فين؟ السلايدز دي هتلاقيها على ال ام اس يا باشمهندس. التوفيق يا شباب. سلام دكتور. يا باشمهندس هي السلايدز مش موجوده على ال ام اس؟ ازاي السلايدز مش موجوده؟ انا حاططها بنفسي. هحطها لكم دلوقتي بتاعت ليكشر 5، هحطها لك دلوقتي يا باشمهندس، انما اول 4 محاضرات موجودين. موجودين. انا كنت بس اول المحاضره على السلايدز ديت قلت لي موجود على ام اس فانا ما لقيتهاش. لا دي اللي هي بتاعت النهارده انا بحطها بعد المحاضره يا باشمهندس، يعني هتلاقيني هسيبها لك دلوقتي. خلاص تمام يا شباب.